القانون نظرا لعدم رؤية جيدة رؤية خطوط ديال الملعب محددة المساحة ديالو. طيب على المادة واحد من قانون دوبا يعني تقرر عدم إجراء المباراة وغادي نرفعوا تقرير الجهات المختصة في الجامعة الملكية المغربية هي التي تبدل هذا الأمر. واش كيبان لك أن أخطار كاينة حقيقية إلى تمارس يوم المباراة؟ لا، الإشكال اللي عندنا هو أن خطوط الأرضية ديال الملعب اللي تحدد المساحات ديالو ما تتبانش غير واضحة والرؤية غير واضحة بالنسبة لنا.